بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هكذا ينطلق على بركة من الله وتوفيقه الشوط الحادي عشر الذي يحمل في طياته التحديات، يحمل الإثارة الحاضرة بين الشعارات المتنافسين على شرف الناموس. مباشرة نسير مع حضراتكم للتعرف على المركز الأول القذابة من تحتل الصدارة، بدر بن سعود بن علي المونسي نعم مع المركز الأول، بينما المركز الثاني من تحت الهيلمان من تأتي بشعار ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني من يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث متعبة وصلت من الجانب الآخر، صالح بن العبد الوهيبي ينطلق بشعاره مع المستوى الثالث. رابع المراكز وصلت في هذه اللحظات الشاهينية من تحت المركز الأول، بدر بن الحميد الدرعي من يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات وانطلقت ايضا في هذه اللحظات بشعار، ياتي في هذه اللحظات وينطلق ايضا من الجانب الاخر، وصلت في هذه اللحظات بشعار اسرار سعيد بن مبارك بن سالم العمري من ينطلق بانطلاقة ايضا اسرار، بينما المركز الخامس او السادس وصلت في هذه اللحظات وانطلقت ايضا في هذه اللحظات تنطلق بشعار ايضا بشعار الوهيبي مع المركز السادس، وصلت في هذه اللحظات، بينما المركز السابع الظبي صالح بن قاسم بن عوض البلوشي مع المركز السابع. نقلتنا المركز الثامن ياتي في هذه اللحظات ينطلق بشعار ايضا، وصلت الشاهينية بدر بن سيف بن حمد الدويكي، بينما المركز التاسع حضور سالم بن طويرش بن زايد الحرسوسي عاشر الندى. نختم به عاشر الندى الشاهينية داود بن سليمان بن سيف التبعي. هكذا هي نتيجتنا للأسماء المتقدمة، للأسماء الباحثة والطامحة عن الفوز عن الانتصار، ولكن لنا عودة مع الشبابية. سعيد بن محمد بن سعيد الحارثي من يتقدم المشاركين، من يتقدم الأسماء، بينما حضور تأتي مع المستوى الثاني سالم بن طويرش بن زايد الحرزوسي، بينما شعار، بينما في هذه اللحظات ينطلق ايضا من منوى راشد بن عبد الله بن عبيد، راشد بن عبيد بن عبد الله الويبي مع المستوى الثالث والثاني. المركز الثالث وصلت منوى راشد بن عبيد بن عبد الله الويبي قادم بكل قوه، بينما المركز الرابع اول ظهور لحلوه سالم بن حمد بن فضيل الراشدي، وخامس الندى متعب حميد بن حمد بن علي بن خميس العمري. ولكن لنا عوده مع جوله التعليمات، جوله الاوامر. حرك يلي بالناموس يلي بالانتصار. حضور بن طويرش سالم بن طويرش بن زايد الحرسوسي من يتقدم الاسماء، من يتقدم المشاركين، لكن من وخطفت الصداره راشد بن عبيد بن عبد الله الوهيبي، وايضا في هذه اللحظات مع المركز الثالث ياتي في هذه اللحظات بشعار الشهره حاتم بن محمد بن سعيد المحروق. لكن عودتنا الى القيله الى منوه راشد بن عبيد بن عبد الله الوهيبي ينطلق بانطلاقه الفوز بانطلاقه النصر، وايضا من الجانب الاخر حضور سالم بن طويرش. لكن روح يا الوهيبي، روح مع الصداره، روح مع المقدمه، طار الى بر الامان، طار الى الناموس، طار منوه يا منوه راشد بن عبيد بن عبد الله الوهيبي. سق الله دارك يا الوهيبي، سلام 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 الوهيبي، سلام. مشكور يا راعي من ومشكور راشد بن عبيد بن عبد الله الوهيبي. هكذا مشاهدينا الاعزاء، بينما المركز الثاني وصلت حلوه سالم بن حمد بن فضيل الراشدي، المركز الثالث
تأتي هقامة عبد الله بن سلطان بن سالم المثيمني. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام كما شاهدنا منوى هي من تحلق بالأمتار الأخيرة لتهدي السلامات راشد بن عبيد بن عبد الله الوهيبي. هذا الفوز والانتصار، تهانينا وناموس.